طيب احنا بما اننا قاعدين نتكلم الحين على موضوع الزيارات اللي كانت تصير الى اللاجئين العراقيين داخل مخيم رفحة، ممكن تكلمنا عن السعوديين تحديدا. الشخصيات العراقية اللي كانت متواجدة في المملكة العربية السعودية واللي كانت تزور المملكة العربية السعودية وتحديدا من المعارضة العراقية في ذلك الوقت، هل كان اكو تواصل؟ هل كانوا يزورونكم في مخيم رفحة؟ هذا المخيم تعرض إلى مزايدات غريبة من نوعها، يعني هي هاي الشخصيات كانت تزور المخيم، والآن لما أتأمل أتفاجأ بأنه أغلب الشخصيات اللي زارتنا إسلامية، لو حزب دعوة لو المجلس الإسلامي الأعلى اللي موجودة بإيران، أغلب الشخصيات يعني يندر أو قلة من الشخصيات غير الإسلامية اللي زاروا المخيم. مثل من أبرزهم؟ من الشخصيات غير الإسلامية زارنا رجل كان هو أصلا عايش بالمملكة العربية السعودية بالرياض، اسمه الشيخ سامي عزار المعجون، وهو حي يرزق حتى الآن، وصار وزير، وبنته خلود الدكتورة أيضا صارت وزيرة. هذا شخص قبائلي من شيوخ بني هشيم بالعراق، كان أحد الضباط باعتباره رجل قانون المحققين في إسقاط أو سقوط طائرة عبد السلام عارف في نيسان 1966، وهو أحد الأشخاص يعني بالمحكمة اللي ترك القضية مفتوحة يعني، وأشار بالهامش مالته، كان ملازم أول، لأنه بالعراق وأيام الملك فيصل الأول الله يرحمه ولاحقا يعني دخل أولاد الشيوخ في الكلية العسكرية وخرجهم ضباط، فهذا أبوه أحد قادة ثورة العشرين، وهو تخرج ضابط. بعدين من أجوا البعثيين عام 68 تم اعتقاله في قصر النهاية. قصر النهاية هو قصر الرحاب نفسه للعائلة المالكة، لأن بيسرداب وحوله إلى قصر مرعب للمعتقلين، فهرب أو طلع عن طريق الصحراء إلى السعودية وعاش بالسعودية، وكان مقربا جدا في ذلك الوقت من الأمير أحمد ابن عبد العزيز، والأمير أحمد هو وكيل وزير الداخلية، وكرم من قبل المملكة من قبل الملك فهد وقبله طبعا الملك خالد، وتبنى الشيخ سامي عزار المعجون وعاش في هذا البلد. ولما صار مخيم رفحة اجانا الشيخ إلى المخيم وزارنا، وكان هو بصدد تشكيل حركة اسمها حركة الإصلاح، ويروح إلى لندن وحضر مؤتمر فيينا بدون موافقة السعودية. السعودية ما رجحت له يحضر مؤتمر فيينا للمعارضة العراقية اللي صار في التسعين، في عام 92 لم توافق المملكة. هذا الرجل اجوا قرايبه من السماوة بني حشيم وأهله، أهله منه وفيه يعني، بس من أغرب الأمور وهاي للتاريخ أحكيها، احنا نتحدث عن نموذج غير إسلامي يعني زار مخيم رفحة، زار مخيم رفحة بعدنا ما تعرضنا للنماذج الإسلامية. شنو صار؟ اللي صار أنه أحد أقاربه منه وفيه من داخل بيت، لما وصل لاجئا إلى السعودية والشيخ سامي توسط سحبه يمه عنده بالبيت في الرياض، في الرياض كتب تقرير إلى الاستخبارات السعودية يطعن بالشيخ سامي عزار المعجون ويتهمه بأن هو عميل لنظام صدام، وطبعا هاي التهمة أولا غير صحيحة، الرجل لم يكن عميلا لنظام صدام، ثانيا قاسية جدا، ثالثا ما سر هذا يعني إلا حقدا، لأنه رأى الشيخ سامي هو وعائلته يسكنوا في قصر، والسيارة اللي يركبها هي نفس سيارة الأمير أحمد بن عبد العزيز، لأنه تيجي السيارة يركبها الأمير أحمد ينطيها هدية الشيخ سامي. المهم فهذا التقرير للاستخبارات، ولذا الاستخبارات الأمير تركي الفيصل، ولذا قررت المملكة العربية السعودية تسفيره من الرياض. متى؟ عام 92 بعد الوشاية اللي صارت. نعم بعد الوشاية، وعام 92 طم فترة يمكن إلى بداية 93 إلى أن يعني يرتب أوضاعه، وهو الرجل حتى هذه اللحظة يعني عمر الشيخ سامي الآن أكثر من 80 سنة عمره، حتى هذه اللحظة يقول لحم أكتافي وأكتاف أولادي
هو من الملك فهد ومن آل سعود، لا ينكر هذا الخير. طيب. وكان دعا إلى حزب الإصلاح، أو مهتماً، كان مهتماً بالقبائل، مثل ما الآن يعني امتدحناه واقعاً وليس تلفيقاً، سنذكر ربما سلبية أيضاً واقعية وليست تلفيقية. اللي هي؟ واللي هي أنه هو لما يدعو إلى دور القبائل بالعراق والاهتمام بالقبائل وممارسة القبائل السياسة وكذا، بالأخير اختزلت هذه القبائل العراقية كلها في شخصه في حكومة بريمر والحكومات الأولى، صار هو وزير عمل وشؤون الاجتماعي. ولما طلع من الوزارة يفترض يجي رجل أو آخر قبائلي يعني يحل محله، مثلا لاحقا قدم بنته أيضا صارت وزيرة. شنو الشاهد؟ الشاهد أنه اختزلت القبائل به وبابنته، يعني هاي كارثة. أنه بالعراق أنت تدعو، مثلا أنا أفرض أدعو إلى طائفة أن يكون لها دور وأهمية وهاي، واختزل هاي الطائفة أو القومية، أدعو إلى قومية أختزلها بي وبابني أو ببتي أروى إنه إحنا نصير وزراء. وين هذا الطرح؟ داخل المخيم، معناته هو يعني الهدف من زيارته لكم في مخيم رفحة نشر حزبه، نشر الفكرة مالته، نشر حزب الإصلاح. نعم، ووزع أوراق للحزب وحصل تجاوب. حصل تجاوب، الناس سجلت، ما أنا واحد من الناس أيدته، لأن قلت له لابد من تنظيم سياسي. هاي النظرية اللي أنا أحملها، إنه لابد من تنظيم سياسي. كل شيء تشتغل بلا تنظيم فاشل، خاصة العمل السياسي. إحنا الآن عندنا ثورة بالعراق، إذا ماكو كيان سياسي يجمع الثوار تفشل نتيجة. طيب. هاي الحقيقة. فهو يعني ادعمته وساندته وقلت له إيه بارك الله بيك وكذا، بس المهم بالأخير لما طلع من السعودية وراح لندن طبعا بعد يعني ما تم تسفيره، اي بعد ما تم تسفيره، وما يستاهل ابو فارس انه بعد هاي السنين اللي عاشها بالسعوديه من عام 70 الى عام 92 22 سنه في ضيافه ملوك المملكه انه تكون هاي. بس هني هل اللوم يقع على المملكه ولا يقع على العراقي من بني جلدته اللي وشى عليه؟ برافو عليك، يقع على أقرب الناس إليه. يا ليت عراقي وما من بني جلدته، لا، أقرب الناس إليه اللي دخل بيته وأكل من زاده واللي هو جابه وآواه وتعب عليه، هذا الذي كتب. ولذا ليش شوف مثلا أكو ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي، أعتقد هاي الكعب ابن زهير، وعلى غرارها ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. ومعامر شنو؟ ضبع بالصحراء، اجوا جماعة بدو يردون يصيدوها، هربت لجأت إلى خيمة في الصحراء، لجأت عند واحد، عند رجل شيبة، فقام قال لهم هاي الآن لاجئة، قال له لا هاي طريدتنا صيدنا، قال هاي لاجئة عدي الآن ما أنطيها، إجت اعتمت بيه، شلون أخليكم أنتوا تصيدوها؟ فلو تقتلوني لو ما ممكن. فمن شافوه هذا مصر عافوه وراحوا. هاي قصة يعني حقيقة إحنا لازم نعتبر من هاي القصص. عافوه وراحوا بالليل، هذا ضبع، هاي ضبعة، أم عامر ضبع، ما يعرف وفاء، مو مثل الكلب، لا، من أنجس الحيوانات. بالليل افترست هذا الشايب وأكلت معدته ومريئه وكذا، بحيث من قعد الصبح ابنه شاف أبوه ميت، فقال عجيب، فركب على الفرس وخلى السهام، قال اليوم ألاحق أم عامر وين ما تكون إلى أن أقتله، ظل يلاحقها بالصحراء إلى أن لقاها قتلها. فمن قتلها وقف عليه، قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. فسامي عزار المعجون مجير أبو عامر. طيب. أنت ذكرت أيضا من الشخصيات الإسلامية اللي زارت كان السيد محمد باقر الحكيم. أي نعم، قبل مثلا جاء وفد من حزب الدعوة إبراهيم الجعفري زار والتقى بالدعاة وأهله وأقاربه من كربلة وأخو سيد حسن. لما نقول إحنا الدعاة تقصد المنتسبين لحزب الدعوة، وشاف أخو سيد حسن الشيقر
اللي هو أخو إبراهيم كان الجعفري في مخيم رفحة، في مخيم رفحة لاجئ، نعم، وشاف الدعاة المنتسبين والتقى وزارهم وكذا وراح. غير إجا مثل منو؟ يعني ظل المخيم يجو زيارات شخصيات وكذا، بس أنا هسه أذكر لك. وأيضا إلى أن في عام 92 تحديدا في شهر شعبان إجا سيد محمد باقر الحكيم. قبل ما يجي في هذا الشهر إجا وفد أيضا من إيران السيد الحيدري، ويا كان أيضا زكي بحر العلوم وآخرين. سيد الحيدري اللي هو منه؟ بمجلس الأعلى هذا كان. إيه أكو مجموعة إجوا زاروا مخيم رفحة كأنما مثل التهيئة لزيارة السيد الحكيم، زيارتين للمجلس الأعلى في المخيم، إلى أن صارت زيارة عام 92 في شهر شعبان، وخطب السيد محمد باقر الحكيم خطبة عصماء. وهو من الأسرار الحلوة يعني اللي أرد أقولها، في مخيم رفحة اللي 30,000 لاجئ، بس شخصين عندهم الكاسيتات مال الخطبة. واحد من النجف اللي هو مرة ذكرنا اسمه محافظ النجف أسعى السلطان أبو قلل، وآني عندنا هاي الكأسة، ما أدري لو أرجع لهن شوية الصوت يمكن مو واضح لأن تخربط. لا زلت محتفظ فيه؟ لا ما زلت كاسيتين، يعني ما زلت محتفظ، لأن خطبة طويلة وعصماء وتحريضية وضد صدام، وإنه وعد فيها بأننا سنعود إلى العراق خلال شهر رمضان، إحنا كنا في شعبان فنعود إلى العراق رمضان، يعني بين وبين العودة شهر أو أقل أيام يعني أي شيء. طبعا الشباب والناس القاعدة اللهم صل على محمد، يعني أنه راح نرجع صدقوا. وين أنت وين سوليف؟ يعني أنا واحد من الناس من شفته بإيران سنة 92، أنا سألت هذا السؤال، قلت له سيدنا راح رمضان وخلاص وشوال خلاص وشو ما رجعنا للعراق، قال لي بس أنا صحيح ذكرت أنه سنعود خلال شهر رمضان لكن ما حددت بأي سنة. قلت له هاي فاتتني، قلت له أنا هاي جدا فاتتني ولا كنت أدري، يعني المفروض تحدد صحيح. فهذا أيضا زار المخيم، والناس خطية يعني ولا آتها، تدري أغلب الناس الآن بالمخيم تريد تطلع. يعني تريد منفذ تطلع من المخيم تطلع. وأول وجبة عندنا طلعت من المخيم من 68 شخص، عوائل نساء ورجال وأطفال، اللي هو الشاعر العراقي الكبير سيد مصطفى جمال الدين الله يرحمه. يعني شاعر شلون من تقول أفرض الجواهرية والصافي النيجفية وكذا، يعني في مصاف الشعراء الكبار، وكان صديق شخصي للرئيس حافظ الأسد، فطلب منا شخصيا أنه أهله وقرايبه ألبو جمال الدين اللي عددهم 68 واحد أن يطلعون من رفحة يجون إلى سوريا، وطلعهم جابهم إلى سوريا وعاشوا في سوريا. سيد مصطفى جمال الدين كان أيضا من اللي عد أقاربه وأهله وولده وبناته، فوحدة من بناته كانت حامل في مخيم رفحة وولدت ولد، فهو خابرها، يعني كان يتصل احنا من ننزل إلى مدينة رفحة تصير اتصالات تليفونية، فقلت له بابا شو سمي؟ قالها باشر أنا أقلك شو سمي. فباليوم التالي سماه بقصيدة، والقصيدة عظيمة يعني، بس المهم مطلعها مؤلمة أيضا يعني إذا واحد يقرأها، بس مطلعها هو اسم الولد إحنا نريد. نبؤوني يا من برفحاء أبانوا، كيف يغفو بليلها اليقظان، هذا المطلع فسماه يقظان. والشيء بالشيء يذكر أستاذ عمار، آسف أنا، يقظان إجا سنة 91، يقظان جمال الدين، يقظان جمال ابن بته، ايه هذا يقظان اجى عام 91. في عام 2011 يعني من 91 الى 2011 ايش قد هاي 20 سنه مو صحيح تقريبا، ايه انا بسوريا، فمحسد جمال الدين ابن سيد مصطفى جمال الدين صديقي الي الشخصي عزمني، قال لي اليوم نروح للسيدة زينب ألبو جمال الدين مسوي لك غدا وكذا واحتفال مجيئك يعني. فرحنا وبعد ناس كلهم قرايبه وأهله وكذا،
فاجى فد ولد شاب بوسني وقال لي عمو انا احبك، لان هذا يشوفني بالتلفزيونات بالتسعينات يعني ضد صدام كذا. مهم قال لي انا احبك، قلت له الله يحفظك وانا ايضا احبك، قاعد يمي اي ونسولف ونضحك. بعدين محسساني قال لي تعرفه هذا منه؟ قلت له لا والله ما غير من عندكم. قال هو هذا يقظان، نبهوني يا من برفحابه. فيقظان الان رجال يعني. نبئوني يا من برفحاء بانوا، كيف يغفو بليلها اليقظان، كيف هزت عواصف الرمل نهدا ضجرا من بكائه الاوطان، ضاق فيه حضن الفراتين ذرعا فتلقته هذه الكثبان، فرشت جمرها له مهجلي، فرشت جمرها له مهج البيد وجادت بشوكها السعدان، فرشت جمرها له مهج البيد وجادت بشوكها السعدان، وتولدته بالرضاعة أفداء السوافي، وهدهدته الرعان، ثم غطاه من لظى القيض لقح أريحي يغار منه الحنان، ثم غطاه من لظى القيض لقح أريحي يغار منه الحنان، فاستنامت في نجد كالذئب إحدى مخلتين وفي العراق الجنان. على موضوع التيارات الإسلامية أو شخصهم اللي كانوا يزورونكم داخل مخيم رفحة، العراق فيها كثير أحزاب طبعا، الحين يمكن أكثر يعني، بس الحين قاعد نتكلم عن سنة 91 تحديدا، 91-92 داخل مخيم رفحة، صار في تشكيلات حزبية؟ الخلال جمعي للمعلومات وللأحزاب اللي طرحت، أستطيع أن أقول بأن عندي وثائق يمكن 5 أحزاب طرحت أفكارا في مخيم رفح. اللي هم أحزاب أسماء يعني، لا يعني بغض النظر على أسامي أقصد توجهاتهم شنو؟ كلها إسلامي يعني، كنا نريد إحنا مثلا نسوي فد حزب ليبرالي، فد فكر غير إسلامي، ما الناس طالعة يعني الإسلام، ما أغلبها إسلامي، والليبراليين والعلمانيين والمدنيين خطية اضطروا يسوون نوادي يعني اجتماعية ونوادي أدبية يتواجدون بيها ويلقون الشعر والقصة والرواية والمعرف شنو، هذا اللي صار. بس الطابع الإسلامي هو اللي غالب على المخيم، وبعدين فقط جماعة إيران اللي يجون بالدرجة الأساس يجون للمخيم ويلتقون باللاجئين ويلتقون بربعهم المنتمين إلى أحزابهم، لأن احنا قلنا خلال الانتفاضة وقبل الانتفاضة في عام 91 دخلوا عناصر من بدر من آخرين إلى العراق، وبعدين احنا من طلعنا من العراق ذولا قسم من عندهم ويانا بالمخيم، فسووا اتصالاتهم من خلال مدينة رفحة والتليفونات، سووا اتصالاتهم بإيران، فقاموا إن السعودية يعني سمحت للعراقيين اللي بإيران كقيادات يجون يشوفونه يعني. السعودية لم تعمل على الترويج لحزب محدد، أو حتى لم تستخدمنا كلاجئين وتنظمنا وتأطرنا بحيث يعني يكونون اللاجئين سند إلهم أبدا يعني. السعودية تشعر بأنها متخلية عنك من جانب سياسي يعني، وإنما بينما إيران لا متبنيتك. هذا استشعرته أنتم؟ لا لا، هو الواقع اللي جاي نقول لك اياه، لانه ماكو حزب سعودي ولا اكو شخصيه سعوديه دعمته، بحيث انه ذكرنا الشيخ سامي اللي عايش بالسعوديه، وبعدين السعوديه سفرته، فماكو
يعني فقط جماعة إيران هم اللي أكلوا المخيم عندنا مثل بالعراق من هالفتش لهالفتش، هم اللي يعني استولوا على المخيم وصاروا. طيب. صحيح صارت في تشكيل لحكومات داخل المخيم؟ أي حكومات يوميا نعلن عن حكومة، وإحنا عندنا ضباط، ضباط هم برتب عالية، يعني قلت لك ألوية ذكرت لك أنا، ما ذكرت عميد ما ذكرت لك. لا وين ألوية داخل أنتوا تحط شلون شلون داخل المخيم إحنا قاعد نتكلم؟ أي يعني بداخل المخيم مثلا كان أعلى رتبة وشخصية هو العميد علاء معلة برتبة عميد، العقيد عبد الحسين، أيضا إجا اللواء عبد الأمير عبيس يتواجد بس هو راح طلع من المخيم، بس بعض الأخوة ولما طلعونا الوثائق قالوا عميد ما صار لواء، كان مرشح أن يصير لواء بس ما صار. بس يعني منو قاعد هذري أساسا عندهم هالرتب بالعسكرية قبل؟ أساسا بالعسكرية وإجوا ويانا يعني. طيب موضوع الحكومة قسم من عندهم لاجئين وأسرى، فأكو صراعات مثلا من تشكل فد حكومة ونطرح أسماء. لا لحظة، من يشكل الحكومة؟ هاي هو الشباب، أنا أنت أي واحد قاعدين بالمخيم نشكل حكومة، هالشي يعني صارت المسألة سهلة إنه نشكل حكومة، وهذا يتعارك يريد منصب، والعسكريين أيضا يقول لك وزارة الدفاع إنه، والداخلية أيضا من عندنا لأن عندنا ضباط شرطة، عندنا ما أعرف شو، هذا نقاشات حادة حول تشكيل الحكومات. يعني اختزلنا العراق في رفحة، وكأنما هو إحنا اللي راح نرجع ويانا قوات التحالف الدولي ونستلم الحكومة، عبث سياسي. وأغلب الناس الشباب يعني ماكو عمق سياسي بالتحليل وبالكذا، فأكثر من حكومة شكلت، ثلاث أربع حكومات يعني شكلت أو طرح، مو شكلت صارت وهذا وقمنا نصيح لمعالي الوزير لو السيد رئيس الوزراء، لا، وإنما يعني انطرح هذا الشيء والداول بشكل قوي داخل المخيم. خلال فترة مخيم رفحة، وعلى الأقل في الفترة اللي أنت كنت متواجد فيها داخل المخيم، هل كان في أي محاولات من قبل، لأن نظام صدام كان مستمر موجود صحيح وعنده أعوان بشكل أو بآخر، ما كان في أي محاولات من قبل نظام صدام لاختراق المخيم؟ كان نعم، وأكثر هاي المحاولات كانت في مخيم نقرة السلمان اللي بقينا به أكثر من شهر. هذا كان داخل العراق؟ داخل العراق كانوا يتواجدون، وفي أحد الأيام جوني شباب من إحدى المحافظات، لأن يعرفون أنا اللي أتحدث وألتقي بالمسؤولين وبقوات التحالف والأمريكان وكذا، قالوا لي أبو أحمد الحق، أكو خيمة جاي نشك بها تعذيب أو شيء من هالقبيل، لأن نسمع صياح وصراخ وكذا. أي فقلت له وين؟ والله دلوني. دخلت للخيمة لقيت سجناء بالخيمة شت فيهم ويعذبوهم ويضربوهم، شنو انتو منو؟ قالوا ذولا عملاء نظام صدام. شنو الدليل ذولا عملاء شلون؟ قالوا هذا جايب ويا حبوب يريد يخليها بالتناكر مال الماي حتى يسمم المخيم يقتلنا كل احنا، هذا عنده مسدس ما ادري وين خفا يريد يختال شخصيات بالمخيم، هذا. قلت لهم اولا دقيقه خلينا نتفاهم الان، جماعه الشيوخ يعني مثل الشيخ حسين الشعلان الله يرحمه أنا. اخرين مهم ذكرت لك اسم متعمد انا يعني هذا حتى تكون السلطه. قلت له هذا اولا انا احتج احتجاج شديد على هذا التصرف، شنو تعذيب شنو ضرب شنو سجين، احنا وين احنا؟ احنا ثرنا على صدام بسبب هاي الاساليب، بعدين أكو أدلة أكو تحقيقات، لو لا التحقيق من يقوم به؟ واحد مختص مو مختص، شلون هالشكل هذا الضرب ويصير عندنا بالمخيم وهالتهم هاي الكبيرة؟ بعدين ورا فترة سمعت يعني على هاي الحادثة بيومين ثلاثة سمعت أنه هو واحد متهم ضابط مخابرات أو شيء ذابحي ودافني، بس ما أعرف وين دافني. ما دام بهذا الموضوع حتى أرجع لك، فديوم إحنا بمخيم رفحاء الأول لما دخلنا إلى داخل السعودية دخلت لنا الدبابات العراقية لا داخل السعودية الدبابات السعودية
داخل المخيم، داخل السعودية الآن. ها حقك تقول العراقي، لا انقلتك من مخيم ربحة، من مخيم نقرة السلمان انقلتك إلى داخل المخيم، بس من باب الشيء بالشيء يذكر حتى أوصل لك الصورة. طيب. وبعدين أرجع إلى التحقيقات والكلام. مهم، دخلت لنا دبابات وطوقت إحدى الخيام وكذا، وشفل إجى شفل يعني بالدوزر بدأ ينبش بالخيمة. وش القصة؟ افتهمت من القائد بأنه أحد الشخصيات الآن، إحنا صندوق أسود، هاي المشكلة، ما أقدر أتكتم على اسم الشخص. لا لا، راح أطالبك بذكر اسمه. إيه أدري طالبني غصبا عليه، ولذا لازم أقوله، اللي هو صار لاحقا فترة طويلة محافظ النجف، وكان وكيل وزير داخل استخبارات، ورشح كلف بتشكيل الحكومة رئاسة الوزراء، اللي هو عدنان عبد الخضير الزرفي أو عدنان الزرفي، اللي كلف كلفه برهم صالح قبل شهور بتشكيل الحكومة، وصارت اعتراضات وما مشت الحكومة. هذا رئيس وزراء يعني راد يصير. هذا متهم بذبح ضابط مخابرات من أهل الكوت ودافنة بالخيمة، هو وجماعته اللي معاه بالمخيم. بالمناسبة تم إلقاء القبض عليه وحاكمته السعودية وأخذوه من المخيم، صارت محاكمة يعني. وحكم، ثم لاحقا طلع للولايات المتحدة الأمريكية، فمتهم بجريمة قتل. هو هسه بعد ما يسمعني لازم يدافع عن نفسه ويكشف الحقيقة للناس، انه هل هو قتل لو ما قتل. الاسم الشخص المقتول عندي، اللي هو هسه الان ما ذكره. ليش؟ لا 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 ما لا ما اتذكره، لو اتذكره اقول لك فلان الفلاني. اسم الشخص المقتول عندي، لكن هل هو ضابط مخابرات ولماذا قتل؟ فاسمه موجود. فالشاهد لما دخلت الدبابات السعودية لتطويق الخيمة هذه، لأن شاكين في جريمة قتل، وشاكين أكو أخبارية عن الموضوع، لأنه هذا تم اعتقاله الشخص. أنا أحدثك عن قضايا اعتقالات، تم اعتقاله وتعذيبه ثم قتله ودفنه في داخل المخيم، ودخلت السعودية تريد تعرف وين الجثة ومنه، بس بالنتيجة لأن منعونا إحنا اللاجئين، يعني ممنوع يوصل طوقة والخيم المكان اللي فيها، ما نعرف أنه إذا اكتشفوا لهم سيارات ودبابات ومدرعات وناقلات وجيش دخل يعني إلى داخل المخيم، اقتحام يعني، حتى هذا يعثرون على هاي على الجثة. فلما شفت بعيني في مخيم نقرة السلمان أنه عدد من الشباب، رجعنا مرة ثانية حق القصة الأولى اللي هي المخيم اللي داخل العراق. صحيح. طيب عشان نربط الموضوعين. هو هذا، لأنه قصتنا تلك كانت عرضية لأستشهد بها، فنعود إلى أصل القصة. أوقفت أي حالات ضرب أو تعذيب، وقلت الملفات لازم تجي يمي، وذول أنا أستمع إلى اعترافاتهم من دون ضغط ومن دون ضرب ومن دون كذا. فالمهم كان عدد المتهمين حوالي 58 متهم، وأبلغت السعودية عنهم بأنه ذول متهمين، متهمين بتعذيب، لا القيام بتعذيب، متهمين باختراق المخيم، انه هذا اللي من عناصر المخابرات، من عناصر الامن والمخابرات العراقيه اللي يشتغلون ويا نظام صدام. فهاي اسماءهم، وانتم كدوله، احنا الان مو دوله، احنا لاجئين، وما انطي الحق للاجئ يعذب واحد اخر، يعني ما عندنا ادله. انتم دوله تحققوا وتاخذوا القرار، تسفروهم وتبقوهم، بس المهم خلي يطلعون من عندنا من داخل المخيم حتى ما نتعرض احنا الى ايذاء من قبلهم. وكان يوميا اكو دعايه عندنا بالمخيم، راح يقصفوا الطو احداثيات، راح يضربوا، راح يخترقوا نظام صدام لما كنا في العراق، راح يسمونه، راح يقتلونه، راح كذا يوميا، يعني هاي الدعايات تتفاعل، وتدري هاي يثير الرعب والخوف. طيب. لدى العوائل ولدى الناس وكذا. على اي حال احميت، يعني احميت، حتى مره واحد من عندهم، احد الشخصيات الكبيره اللي صار عضو مجلس مفوضين في مفوضيه الانتخابات، ليس هذا المجلس الحالي ولا اللي قبل اللي انحل، اللي قبله، اللي هو منو؟ اللي هو الأستاذ وائل الوائلي. ايش فيه؟ هذا جابوه، أنا طبعا من أحقق ويا شو اسمه، أتلثم ما بين وجهي منو أنا ومنو، تدري وضع صعب يعني.
فجابوه القوا القبض عليه بانه هذا متهم يعني وعدهم شكوك به ويعمل مع نظام صدام. لان الحرس، شوف هاي مهمه، هاي الحرس اللي واقف عند مدخل مخيم نقرة السلمان اكو نقطه حراسه عراقيه من عندنا، المسؤول عنها شخص من ربعي من جماعتي اسمه كريم الكلابي، واكو شخصيه اللي مسؤول عن حمايتي انا داخل المخيم، احنا مو كان عددنا 86 واحد، المسؤول عن حمايتي جاسم القرعاوي. فجاسم دائما يتواجد ويا كريم الكلابي ويجون ينطوني اخبار منو دخل للمخيم، منو طلع من المخيم، منو كذا، يعني الاخبار عندي يعني. طيب الى ان في يوم جابوا هذا الولد وائل الوائلي. وائل الوائلي اي ذكر هاي القصه يعني، وائل كلي زين. فما يعرفني هو ولا يدري يعني. ما أنا حققت وياه، قال لي استاذ أنا يعني طالب وكلية القانون، وبديت أسئلة قانونية ارتبك، أسئلة عن يخاف لأنه قالوا له راح تنعدم، راح يكتلوك بالمخيم على أي حال. فيعني شفته تقدير إلي متروك بأنه ما عنده شيء، هذا واحد من عشرات أنا الآن جاي أذكر لك أسماء في سبيل. فأطلقته يعني وقلت له إذا يعجبك تبقى بالمخيم، وإذا يعجبك ترجع للعراق إذا أنت شفت هيك معاملة سيئة من أبناء المخيم. تدري هذول حريصين على أرواحهم وعلى حياتهم، يخافون من أي شخص يجي غريب، وأنت جاي جدا متأخر يعني مو من بداية حالك من حالك لاجي، وحسب كلامك مشكوك في أمرك. أي فأنت شكوا في أمرك، بس على أي حال الآن خلص أنا طلعتك يعجبك هاي. ذكرها هو أكثر من مرة يعني، قال والله أنا بذاك الوقت بال91 كان كتلوني اللاجئين لو مفاق الشيخ علي هو اللي أطلق صراحة. كامل اللامي كاتب عراقي، هو حسب وصفه أنه كان أحد اللاجئين داخل مخيم رفحة، كتب هذا الكلام سنة 2015 أنه كان هناك قلق من رئيس الاستخبارات العراقية وفيق السام الرائي وزمرته الذين عاثوا في مخيم رفحة فسادا وأحرقوه عدة مرات لأجل الضغط على الجانب السعودي وإعادتنا إلى العراق قسرا، وأحرقوا المركز الثقافي في المخيم، ودخل الجيش السعودي بدباباته ورشاشاته الثقيلة. شوف قصتي أنا، هذا يريد يشتم وفيق السامرائي. الحين أنا ما أدري هو نيته شنو بالضبط. لا أنا أقول لك بنيته، ولا أكو داعي هم تقول لي يعني أنه شلون تقرأ نيته وكذا، سراح أوضح لك أنا. نصف الحديث بأنه صار حريق بالمخيم وكذا صحيح، بس انه الاستخبارات العراقيه وفيق السامرائي هذا كذب. ليش؟ ليش؟ شو اسمه؟ وفيق السامرائي كان ضابط استخبارات، ولم يمسك مديريه الاستخبارات الا فتره ايام، ومتى؟ في عام 91 بالانتفاضه كان وفيق السامرائي مدير جهاز الاستخبارات. في هذه الفترة اللي طلعتوا فيها أنتوا طلعتوا منه في العراق؟ لا هو جاي يتحدث عن حريق الجامعة وحريق هذا متأخرها سنة 92 هذا الكلام. هذا الكلام سنة 92، فإحنا بال91 أقول لك بضعة أيام خلال الانتفاضة، فمن طلعنا طلع وفيق من الاستخبارات إجا غيره، فمو مسؤول وفيق عن هاي ليس دفاعا عن وفيق، لأن وفيق حي يرتق ويقدر هو يدافع عن نفسه، بس هذا الغرض من عنده يعني تحامل وتسقيط لشخص وفيق. المسؤول عن هاي القرارات وهاي المسائل ليس حريق المخيم، لا كان داخلي، لكن أقصد قرارات مثل هاي يعني صدام حسين مو هني. بس إذا استثنينا جزئية وفيق السامرائي، كلامه عن أن زمرته يعني مجموعة تابعة لوفيق السام، بغض النظر الحين إذا استثنينا وفيق السام، عاثوا في مخيم رفحة فسادا وأحرقوه، يعني الحرق اللي صار بيعاز من عناصر الاستخبارات العراقية، صحيح الكلام؟ أكثر من حريق صار، كان دائما التهمة توجه إلى العملاء لنظام صدام، والواقع اللي يعيشه بمخيم رفحة راح يشوف أيضا من الممكن ناس غير عملاء لصدام، وإنما هيك تأخذهم الموجة أو الروجة، ومن الممكن يقومون بإحراق أي شيء وارتكاب أي فعل. طيب. مو إلا أن يكون عميل يعني. طيب.
أنا يعني أبي أتوقف الحين بشكل سريع عند محطات ثلاثة سريعة أيضا تتعلق في موضوع مخيم رفحة قبل أن نزدل الستار على مخيم رفحة. المحطة الأولى، إحنا في لقاء سابق لما سألتك عن عدد القتلى من الجانبين السعودي والعراقي، تذكر قلت لياهم بالعشرات تقريبا. في موقع، وأنا أبي أذكر هالكلام حتى نؤكده أو ننفيه من قبلك، يعني موقع وكالة أنباء براثة مؤخرا سنة 2020 ذكر هذا الكلام، يعني عدد الوفيات من العراقيين في رفحاء 1396، حوالي 850 منهم استشهدوا على يد الحرس الوطني السعودي في الفترة بين أعوام 91 و2003. احتجاجات وإضراب عام 93 سقط حوالي 400 بين شهيد وجريح، ومئات أخرى قام السعوديون برميهم في العراء قرب المخافر العراقية. شنو الكلام الدقيق سواء فيما يتعلق بالفترة اللي أنت كنت موجود فيها، أو بكل تأكيد أنت تابعت أوضاع مخيم رفحة بعد ما طلعت؟ هاي لا وكالة ولا أبداً، هاي يديرها الشيخ جلال الصغير. منو الشيخ جلال الصغير؟ هذا بالمجلس الأعلى، يعني عدة تاريخ، يعني هذا هو وأبوه وأخوانه من جماعة السيد محسن الحكيم، يعني وكان معادي ويشتم من الصبح لليل في السيدة زينب، يشتم السيد محمد حسين فضل الله ضد مرجعيته. هذا لا خلي أقدم لك حتى تعرف منه. لا بس هذا موضوعنا. لا هذا موضوعنا. اي ان نعرف الشخص ولا الكلام اللي قاعد يقوله صح ولا لا. الشخص اللي وراء الوكالة، فش اكو موضوع طائفي هو يتبناه ويضخمه في سبيل زرع الطائفية في داخل أبناء الشعب العراقي. شغلته هاي، يعني ما عنده غير هاي الشغلة، دائما تسقيط وتشويس. أي ألف وجهد 1300 ما أجل حسب ما نقل في الموقع طبعا، ما إن 1396 في الفترة بين 91 و2003. لا محض كذب. الشهداء اللي سقطوا من عندنا بالعشرات، اللي انجرحوا يعني جاوزوا 100. نعم صار ممكن أيضا تقول بالمئات، 100 200، ممكن ما عندي اعتراض على هذا الكلام لأن رمي وأطلاق وكذا وهذا. أما الوفيات في داخل مخيم رفحة، نعم مثل ما أكو ولادات، لا مخيم وفيات طبيعية، إحنا أكو وفيات. لا بس عم قاعد نتكلم عن الوفيات الطبيعية. هذا الكلام يعني يفهم منه الوفيات كلها بسبب أعمال عنف صارت داخل المخيم. هو قاعد يقول احتجاجات وإضرابات، سقوط شهداء، جرحى من الطرفين. أستاذ عمار، هو دامج حتى الوفيات الطبيعية، دامجها مع القتلى والضرب والكذا والشهداء والجرحى، دامج مع كل شيء. فهذا الغرض منه إثارة فتنة وتحريض على السعودية وإساءة يعني. وأنا ما دافع عن السعودية، يلا إحنا بنقعدنا لحد الآن جاي ننتقد ونبين الحقائق، يعني لا أدافع عنهم ولا شيء، بس مثل هذا الكلام الكاذب مو هذا الكلام. أنت ما تعتبر الكلام ده. طيب نرجع حق كامل اللامي اللي مع العلم هذا الرجل ترى ما أعرفه كامل اللامي، يعني أنا ذاك أعرفه، ليش ذكرت لك اسمه ودوره هو وكلا. هذا يعني يعني ما أعرف في يعني ذكر هذا الكلام سنة 2015 وعرف نفسه أنه أحد اللاجئين في مخيم رفحة. وفي أحد الأيام حسب كلامه، وفي أحد الأيام طلب العراقيون السنة من قيادة المعسكر عزلهم عن المخيم، وفعلا تم إنشاء مخيم لهم قرب مقر قيادة المعسكر، وأصبح مخيمان إحداهما للشيعة وآخر للسنة. هذا الكلام صحيح، والسنة اللي كانوا عدد قليل جدا، كانوا جايين من البصرة ومن مناطق أخرى، عدد لا يعتد به، طلبوا ووجه عدد لا يعتد فيه يسوي له مخيم؟ لا مو مخيمة موتت، صار كم خيمة. أي كم خيمة، يعني ما يطلعون 20 خيمة. والسبب أنا واحد من الناس حكيت معاهم، هم مع السنة اللي عزلوا نفسهم بمخيم وحدهم، قلت لهم ليش عزلتوا نفسكم أنتوا؟
قالوا يا أخي أنتوا كله عزيات ولطم وبشي ومن الصبح لليل وكذا، إحنا ما معتادين هالشكل، حياتنا كلها حزن وبكاء من الصبح لليل، إحنا ناس يعني نتعبد حالنا حال المسلمين وشي، فشوي أريد نريح نرتاح من هاي السالفة. ويعني اللي تسألني كسؤال ضمير وأجاوب للتاريخ حقهم، لأن السماعات بداخل المخيم بالخيام كل عزيات ولطم وبكاء وصش هالشيء القصة هاي. وإحنا ما مو تقول يعني بشهر محرم ما عندي اعتراض، محرم صبر شتري يسوي يسوي، حتى كنا نطبخ بالمخيم، نطبخ وندخل ذبائح وندخل بعران بعير بعارين يعني ونذبحها بداخل المخيم، السعوديين يسمحوننا لأن يعرفون عندنا طبخ وعشرة أيام محرم وعندنا هذا، يسمحوننا نجيب بعران من البدو نشتريها بالصحراء وندخلها للمخيم ونذبح. هذول يقصدون بالأيام العادية يعني هاي الممارسات، إن هالممارسات كانت تستفزهم. فيستفزون يعني ويردونهم براحتهم، قدرنا هذا الشيء عندهم رغم أنه إحنا كنا نريد نحافظ على وحدة المخيم وأنه ما في فرق شيعة وسنة، بس هذا صحيح. طيب الآخر نقطة ذكرها كامل اللامي، بعد فترة وصل مكتب الأمم المتحدة إلى المخيم، وزعوا استمارات لملئها لغرض تسفيرنا إلى دول الخارج، وبدأ مبدأ الرشاوي حيث يتم دفع 200 دولار لمحمد الهندي سائق الأمم المتحدة ليتقاسمها مع ممثل الأمم المتحدة في المخيم. لأن كل ماكو داعي لهاي الرشوة وتقديمها ويتقاسمها وما أعرف شنو، هاي يجوز هم العراقيين علموه على الرشوة، علموه أي واحد يعلموه على الرشوة وعلى بحجة هدية هاك ماذا ممكن، بس مو صحيح. ليش؟ لأن كل اللاجئين بالمخيم عدا الذين بقوا وصمدوا وهم بضع مئات كلهم قدموا طلب لجوء إلى بلدان العالم، فشلون كلهم كلهم اطوا رشوة على 200 دولار؟ لا، غير منطقي هذا الكلام. لا، كلهم تم ملء استماراتهم والنظر بحالاتهم وموافقة الأمم المتحدة وتم تسفيرهم إلى دول العالم. يعني احنا ايش اذكر لك، يعني مثلا احنا 8000 عراقي راح لأمريكا، 3000 راحوا الى توزعوا، احنا انا ما ابي ادخل في الارقام لكن يعني توزعوا العراقيين على دول عديده، لكن بما ان احنا تقريبا يعني اتوقع ان غطينا اغلب او اكثر المحطات المهمه في مخيم رفحه، يعني وصلنا الى نقطه عند فايق الشيخ علي اللي قرر انه هو ايضا ما يبي يستمر داخل مخيم رفحه ويبي يطلع. ليش كانت الوجهه ايران؟ سؤال كلش مهم وعظيم، مو بس مهم، ليش الوجهة إيران فعلا؟ يعني أنا يعني أميل إلى إيران لأن إيران، وهذا هو الجواب، أول دولة فتحت أمام اللاجئين العراقيين ممن يرغب يروح لإيران يقدر يروح لإيران، أول دولة قبل الأمم المتحدة، قبل أمريكا، قبل السويد، قبل النرويج، قبل الدنمارك، قبل هولندا، قبل كل دول العالم. أما بريطانيا لا، كانت سادة الأبواب، فرنسا تقريبا سادة الأبواب. المهم بريطانيا للتالي ماكو، عندنا 2 شباب في داخل المخيم عندهم أخوهم دكتور في بريطانيا طلبهم طلعهم. المهم فأول دولة بالعالم فتحت الأبواب أمام العراقيين تستقبلهم من مخيم رفحة هي إيران، وأنا ما عندي منفذ. يعني أنا ذكرت لك 68 واحد ألبو جمال الدين طلعوا بموافقة خاصة من الرئيس حافظ الأسد، دولة طلعوا وجبة، يعني ما ينحسب أنه سوريا فتحت أمام اللاجئين العراقيين تعالوا، لا، فسجلت على إيران وأنا أريد سؤال أطلع. ليش مرة ثانية ليش إيران؟ وانت ذكرت أن أنا أقرب للسعودية، صحيح، ورحت السعودية إيه؟ وظليت فترة، شكرا، ظليت تقريبا في مخيم سنة كاملة في مخيم رفحة. أي نعم. وبمجرد أن فتح الباب في إيران، أي، أنت عقدت العزم أنك تروح إيران. سببين. الأول، يعني إيران محطة، هذا الثاني، بس الأول مو أخاف أنسى، قل لي إيران محطة حتى أحشي. الأول أنه أنا ما عندي حياة بالسعودية، ما عندي شيء، أنا طالع من العراق أحمل قضية على أكتافي، أريد أصرخ
أصيح أيها الناس، أصرخ بالسعودية ليش تروح تصرخ في إيران؟ ما لكو إعلام، ما عندنا، بس من يجي الأمير لو خالد بن سلطان لو الأمير تركي تجي وسائل الإعلام. ومرة أصرخت بالسعودية أمام وسائل الإعلام، فيا ريت هذا والله إذا يشوفه ولد يعني عربي ما أدري مصري ولا مين يشتغل بقناة ألمانية، إجا ويا الوفد الإعلامي فسجل وياي مقابلة، يعني قال لي هاي محاضرة مو مقابلة، هذا هم منعني قمعني بمخيم ربحة تتخيل يعني. فماكو إعلام حتى أتحدث به، أنا أريد العالم يفهم شنو اللي جرى بالعراق، العالم ما فاهم القصة. فأنت وأريد أشتم العالم. فأنا أفهم من كلامك أن أنت ما قدرت حتى أن تشتم العالم، لأن حسب كلامك كان أكو تعتيم إعلامي في مخيم رفحة. مو هالشكل تعتيم إعلامي، قلت لك لما أجى الأمير خالد أجت وسائل الإعلام، أجى الأمير تركي أجت وسائل الإعلام، لا أكو وسائل إعلام تيجي بس مرتين ثلاثة ما تكفيني، أنا أريد يومية أتحدث ضد صدام، أريد وسائل إعلام، أريد الشعب العربي يفهم بدل ما الشعب العربي الشعب العربي بيفهم اذا رحت ايران. دقيقه هاي مو احنا قلنا نقطتين يعني بعدنا بالنقطه الاولى. طيب اي اريد الشعب العربي والعالم يفهم بانه قضوا عمر عباره عن دمبكشيه ورواقيص يشتغلون على صدام حسين، واحنا ندفع الثمن بالعراق ننذبح بحروب. منو الدمبكشيه والرقاصه؟ العرب واللي وقفوا الى جانب صدام، دمبكشيه ورواقيص وملاعين والدين قتلونا، احنا متنا بالعراق انذبحنا، احنا نصيح نصرخ يا ناس نسواننا ترملت اطفالنا يتامى وذولا دق 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 ما قصرتوا يا جنود الامه العربيه ددوا طط 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 شنو هاي، ويجون من كل الدول ومهرجانات من كل الدول العربيه ومهرجانات ويحتفلون براسي وانا اصيح اون من صدام حسين، اريد هسه اطلع افضح العالم. انت شوف سؤال ايش قد مر من 91 لحد الان او من الثمانينات او من 79 من اجى صدام لحد الان، لما من 79 لحد الان 41 سنه من اذكر شنو جرائم صدام ووقفه العرب تصيبني الرعش والرعده لانه جدا مشينه، شعب كله انذبح ليش عود ليش؟ فاريد اقول لهم انتم سبب دمارنا وهلاكنا وذبحنا وزجنا بمثل هذه الحروب، لأن جاي صفقون، يا ريت الصفقوا لي إلي أنا الشعب العراقي، صفقون الصدام هبة وأخو هدلة، أخو هدلة شنو هبة منه يا هبة دمر العراق وين وصلنا وين؟ طيب هذا يمكن هالكلام أستاذ فاطمة ذكرناه يعني ذكرناه يمكن في السابق. انت تقول لي اتجه تسالني ليش اختاريت ايران، انا ما لو هذا زين. النقطه الثانيه نروح للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه شلون اطلع انا هذا، يلا كل هذا الانفعال والحكي ولا وين اطلع وين احكي وين